Hello everyone. رياضة الكانيونينج هي بالنسبة لي من أجمل الرياضات اللي بمارسها. واليوم هلأ بعدنا مخلصين مغامرة من أجمل المغامرات على هذا الشلال. تابعوا الفيديو لحتى تعرفوا شو عم بقصد. من هون بلشنا تربيط الحبال، من هون حيبلش اللعب. هلا وصلنا على وسط الشلال، مثل ما كنتم شايفين شلال مزرعة التفاح اللي هو يا اخوة العال ادرينالين في بجنن. It's amazing experience. It's amazing. I love it. I love this game. Canyoning, it's my game and I love it so much. هيدا كان اخر شلال بمغامرتنا اليوم من رياضة الكانيونينج. واهم شيء بهالرياضة انكم تحافظوا على بيئة المكان، والاهم من هيك تنتبهوا على السيفتي. Enjoy your life.